على حضراتكم مرة تانية. الفقرة دي معانا أحد القامات الكبيرة في المنظومة الرياضية، كان رئيس سابق للمجلس القومي للرياضة، وما بيتأخرش عن يعني توليه أي مهمة عقب ذلك، وتولى كمان العديد من المهام والملفات، وكان آخرها اتحاد الرياضة للجميع. خلينا نرحب بدكتور عمرو بناني بكلمات موجزة، خلينا نقول لا يتأخر عن مصر أبدا في أي منصب، وده كمان هنشوفه مع حضراتكم من خلال الفقرة ولما هو يحكي لنا. دكتور عماد صباح الخير على حضرتك. صباح النور وصباح سعيد. صباح في اشراقه جميله جدا بتطلع على النادي الاهلي. الاشراقه زادت بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك. بشكركم جدا وانا سعيد ان انا موجود معاكم. ربنا كان ليا شرف المداخله معاكم خلال الاسبوع الماضي. انما فعلا مبروك للقناه بتصحى الصبح بدري يا فندم وتتفرج علينا. انا عاده بصحى بدري انما القناه شدانا قوي الحمد لله. يعني بتهيألي برئاسه حضرتك لهذا الكم من الكيانات الحقيقه ما ينفعش ما تبقاش بتصحى بدري. ربنا يعينك. والله هو الرياضه دي يعني فلسفه حياه، وهو ده اللي احنا بنقوله. واي كان الواحد يعني يمكن مرحله سنيه من الواحد متقدم دلوقتي فوق 62 سنه، فانما بنقول ان الرياضه هي اسلوب حياه. صح، ملهاش سن. انا يعني لسه انا وكريم في الانترو في الفقره السابقه كنا بنتكلم فعلا الرياضه ملهاش سن، واحنا بنشوف ناس لحد دلوقتي فوق ال 70 وبيمارسوا رياضه، ونتمنى اصلا دي تبقى ثقافه عندنا. يعني يمكن ده كمان القياده السياسيه بتاعتنا، وشايفين البلد كلها بتتكلم على القوه الناعمه هي الرياضه السوفت باور. بنتكلم كمان بالرياضه ممكن جدا في حاجات كتيره بتتصلح. يمكن الحده في التشجيع او كده ممكن بالرياضه تصلح، لان احنا بنقول ان احنا الرياضه دي يعني اسلوب مهم جدا جدا. كان زمان بيقولوا سبورتسمان او يقولوا الراجل ده سبور او الانسان ده، فخلينا نرجع لده تاني ونقول الرياضه في التفسير اللي قالت نهاوند عليها لحضرتك من شويه، فكره ان يبقى في مختلف الاعمار بيمارسوا الرياضه ليها ارهاصات كده، كانت باينه لنا من خلال الكليب اللي شفناه من شويه. كان يوم حلو في العالمين من كام يوم الكلام ده. كان يوم رائع، ده تنظيم وزاره الشباب والرياضه. ده مهرجان رياضي كبير كبير يجمع عدد من الاتحادات. احنا الاتحادات النوعيه يمكن كان موجود معاكم زميلي الاستاذ اشرف محمود الناقد الرياضي رئيس تحرير الاهرام العربي الاسبق والمعلق، فكان بيقول الاتحادات النوعية احنا احد الاتحادات النوعية، يعني اتحاد الشركات، اتحاد الجامعات، الرياضة للجميع، الالعاب الالكترونية، احنا مجموعة كبيرة جدا. ستريت ورك اوت احنا عدد من الاتحادات. يعني الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعني حط كل مهام هذه الاتحادات لخدمة منظومة الرياضة بعيدا عن المنافسة. يعني احنا ما بنتكلمش على رياضة المستويات العالية، بنتكلم على اسلوب ان الرياضة تبقى اسلوب حياة، بنيسر للناس ان هي تمارس الرياضة. اشتراكات الاندية غالية دلوقتي، بقى في مراكز للتنميه الرياضيه والشبابيه، بقى في مراكز شباب، ومبادرات ايضا يا دكتور معموله زي مثلا دراجتك صحتك اللي احنا يعني متابعينها من اول يوم. انا اشتريت دراجة من المبادره. اخبار المراكز الشبابيه ايه؟ عشان يمكن بقى في صوره ذهنيه مرتبطه في اذهان البعض بعد المشهد الشهير بتاع النجم عادل امام ومركز شباب الشيشه. هو ده الوضع اتغير ولا ايه؟ المشهد ده ما كانش تمثيل، المشهد ده كان من حقيقه سابقه. احد الساده الافاضل وزاره الشباب والرياضه كان معدي بالركاب بتاعه، لقى مركز شباب دخل، لقى المشهد ده. طبعا النجم وكل صباح الخير للنجم عادل امام عمل المشهد بصوره رائعه، انما ده حقيقه. يمكن الفيلم ده متصور في مبنى وزاره الشباب والرياضه. اوكي. مركز الشباب احنا اعضاء عندنا، احنا عملنا تسهيل لاشتراك مراكز الشباب. اللي حضراتكم بتشوفوها في المشاهد اللي قدامنا دي معظمهم من مراكز الشباب. 4000 واكثر مركز شباب على مستوى الجمهوريه هم دول الحركه الرياضيه، واكتشافات المبدعين في الرياضه على المستوى العالي قوي من مراكز الشباب. فاحنا مهتمين جدا بمراكز الشباب مع وزاره الشباب والرياضه. حضرتك يا دكتور عماد ذكرت فكره ان الرياضه دلوقتي بنحاول ان هي تكون اسلوب حياه، وفي كمان توجه من الدوله ويمكن تحديدا وزاره الشباب والرياضه بشان فكره يعني تغيير الثقافه لدى الجموع، ومش هنتكلم عن فئه بعينها. فازاي حضرتك برضو بتشوف ان ممكن يكون في خطط مسانده بتساعد، حتى لو هنقول الاعلام، حتى لو هنقول مثلا القوى الناعمه، يعني ازاي بيبقى في تدخل كامل علشان نقدر في الاخر الثقافه تتم بمسانده طبعا الدعم اللي من قبل وزاره الشباب والرياضه. يعني لما قناه الاهلي تدعوني ان انا موجود النهارده ده دعم. الحمد لله ان احنا ناس اللي موجود قدامنا ده الشرف ليا انا والله. لما نشوف الولاد والبنات اللي موجودين على الشاشه دلوقتي دول بيلعبوا رياضه، هو العالمين الجديده ده صرح مهول مهما شرحت لكم، حاجه روعه. كان هيظهر ازاي غير ان احنا نعمله مع نشاط؟ شايفين اتحاد الشركات، شايفين بصوا الفنادق اللي عامله ازاي، الشواطئ، المكان خلاب ساحر. كان هيجي ازاي ان احنا نقدمه للناس
الا من خلال دي شعلة الشركات على فكره. الاتحاد الرياضي للشركات الاستاذ دكتور الصوره دي يا دكتور عماد لفت السوشيال ميديا جدا. الناس كلها كانت مبسوطه بفكره هنا ممارسه المسؤولين لكره القدم والرياضات المختلفه دون حراسات دون ترتيبات دون اي يعني احنا بنقول لما بنشرح الموضوع من الاتحادات اللي كانت موجوده كان يوم رائع جدا. اولادنا وبناتنا والسيدات والرجال اخواتنا اللي كانوا موجودين هناك وكبار السن هينقلوا الصوره دي اللي شافوها لعائلاتهم صح. اكثر من اي حاجه لما يشوفوا البرومو ده الاعداد ده هيقولوا لا ده احنا كنا في العالمين، العالمين دي شكلها كذا تغيرت بعد ما كان كل الموروث الذهني ان هي الغام او منطقه بعيده، لا بقت دلوقتي بقت صرح زي ده. فده احنا عملنا قبل كده مهرجان زي ده يمكن موجود في البرومو في العاصمه الاداريه الجديده وخدنا عدد كبير جدا من احبائنا يعني شركاء الرياضه للجميع للعاصمه الاداريه، شافوا الجامع وشافوا الكنيسه وشافوا المباني وشافوا الشوارع وشافوا حاجه بقوا مبهورين. دول سفراء عشان ينقلوا بس مظاهر التنميه صحيح. ومجرد التفكير بالاسلوب ده حاجه ذكيه جدا على فكره. برضو عايز اعرف من حضرتك انعكاسات الاهتمام الملحوظ بملف الرياضه، يعني زي ما حضرتك تفضلت من شويه قلت حتى ابتداء من القياده السياسيه، والحقيقه كون ان احنا عندنا سيد رئيس الجمهوريه رياضي بشكل واضح ده يمكن احرج فئات كتير من الشعب، يعني شكلنا مش حلو بقى لازم نبتدي نمارس الرياضه باهتمام. وطبعا السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي الحقيقه راجل نشيط جدا في هذا الاطار، وكل يوم والتاني بنلاقيه في مكان شكل بيفتتح فعاليه رياضيه شكل صحيح. ووجود يعني اللجان النوعيه او الاتحادات النوعيه بمجهوداتها انعكاس بقى الكلام ده كله على الشعب وصل لدرجه ايه؟ طيب انا يعني بقول لحضرتك ان كانوا عاوزين تيسير ان احنا نقدم لهم الخدمه، فاحنا النهارده هنعمل الخدمه للافراد مش للهيئات بس، مش لمراكز الشباب ولا الانديه، لا للافراد. هيبقى عنده عضويه في اتحاد الرياضه للجميع، الفعاليات دي هنقدر ندعوه فيها لو هو عضو، لان تيسير ان هو يبقى عضو نادي او مركز شباب مش سهل لكل الناس. الحاجه المهمه كمان اللي احنا بنقولها ان لما تبقى في دعم من القياده السياسيه، حضراتكم عارفين ان في حافز للطلاب اللي هم بيبقوا يعني هنختار الاليت او الصفوه او المستويات العاليه منين؟ لازم القاعده تتسع، لازم الناس تمارس الرياضه عشان نكتشف الموهوبين. لما نكتشف الموهوبين هنقدر نرشدهم لمشروعات الوزاره، المشروع القومي للموهوبين، يقدروا ينخرطوا في اتحادات، يقدروا يبقوا موجودين في رياضه الصفوه. فلازم كل ما تتسع القاعده بتاعت الممارسه الرياضيه القمة هتاخد هيبقى فيها كم كبير. الصف وحضرتك بتقصد بيها اللي هم على مستوى معين من الكفاءة يعني أنا من الكفاءة الرياضية بالظبط. عشان بس محدش يفهم لا أنا قصدي الصفوة صفوة الرياضيين تمام. يعني اللي هم بعد ما كانوا بالممارسة العامة لا بقوا أبطال تمام. أبطال في كل اللعبات، هو ده قصدي الصفوة. برضو النقطة دي في منتهى الأهمية اللي حضرتك قلتها، فكرة اكتشاف الموهوبين. لأن احنا في بلد بتعداد سكان هذا كله احنا عندنا ناس يعني جامده جدا على كل الاصعده في كل يعني المهارات الرياضيه المختلفه، بس ما حدش يعرف عنها حاجه. فكره الكشاف اللي كانت بتطبق زمان في كره القدم لازم تتطبق في كل الرياضات. هنطلع اجيال من الابطال مش مجرد حتى لعيبه مميزين، ابطال احنا عندنا. انا بشكرك يا كريم على الكلمه دي لانها مش في الرياضه بس. احنا النهارده هيبقى عندنا مبدعين في الموسيقى والكوره، وزاره الشباب عامله زخم للمشروعات والبرامج. مش رياضه بس، انسان المتكامل ده بيلعب رياضه، بيضرب درامز. انت شفت الاولاد اللي كانوا في العاصمه الاداريه اللي هم بتوع البركيشن، حاجه جديده الاوركسترا وزاره الشباب. انا مش بتكلم على وزاره الشباب الا لما حبيتي 40 سنه بشتغل في المجال ده لغايه لما تبوأت المنصب، وبعدين انا سكرتير عام الاوكسا او اتحاد الاتحادات الرياضيه الافريقيه دلوقتي. تراجعوا على مصر لما كنا في دوره الالعاب الافريقيه في الجزائر او دوره الالعاب الافريقيه في المغرب، البعثه المصريه دي حاجه مشرفه للغايه. السيد اللواء احمد ناصر رئيس الاوكسا كان حريص دايما ان احنا نبقى متواجدين بشاننا الافريقي بس مع بعثه مصر. شبابنا وشاباتنا مش بيشتغلوا بس في موضوع الرياضه، لا بيشتغلوا في الانشطه الموازيه، الانشطه الثقافيه والفنيه والاعلام والاعلان عن مصر. طب ازاي يشاركوا؟ ازاي يعني دلوقتي ممكن حد يكون بيتفرج يقول انا نفسي انضم، نفسي حد يكتشف موهبتي في اي مجال إن كان، فازاي حضرتك؟ احنا معانا حاجه ساحره اسمها الموبايل. بس يعمل ايه بقى؟ الاتحاد المصري للرياضه للجميع هيلاقي سايت على الفيسبوك. ممكن جدا ان احنا بنتكلم في خلال الاسبوع ده الجمعيه العموميه وافقت ان احنا نعمل الاشتراك للافراد. كويس. هيبتدوا يشتركوا معانا، هيبقى ليهم مزايا، هيكونوا في اماكنهم. احنا كنا قريب قوي مع مجلس الاداره او مجموعه من مجلس الاداره في قريه سلكه وقريه بحيره في المنصوره،
واتفرجوا على الناس احتفوا بينا ازاي واحنا احتفينا بيهم ازاي. يسرنا لهم ان هم يعملوا نشاط رياضي، عملنا لهم عديد من الادوات والاجهزه اللي ممكن يشاركوا بيها في الانشطه الرياضيه في مركز شباب سلكه وبحيره. وكان معانا الدكتور سيد عيسى امين الصندوق، معانا مجلس اداره رائع جدا، يعني نفسي اشكرهم كلهم، دكتور يحيى حسن، دكتوره حنان عميد كليه الاعلام الاكاديميه. تحيه ليهم طبعا. تحيه ليهم يعني كلهم. على الويب سايت يقدروا يخشوا هيلاقوا الارقام وكل حاجه. هل ذوي الاعاقه لهم يعني مساحه هنا برضو؟ احنا مش هنتضارب ولا نخلط الملفات، لان اللي هم ابطال التحديات او كده ليهم اللجنه الاولمبيه المصريه الدكتوره حياه خطاب، وليهم كمان اتحاد الاعاقات الذهنيه المهندسه امل مبده، وبيعملوا لهم انشطه. فاحنا عاوزين برضو كلهم في مجاله يشتغل، لان لهم طبيعه خاصه، مدربين وبرامج خاصه. انما انا عاوز اقول ان وزاره الشباب بتدعمنا كتير جدا احنا وهذه الاتحادات، فمش عاوزين نعمل ازدواج في الخدمه، يعني نقدر نخدمهم من جانب هم، لا بالعكس، في منظومه كبيره جدا تتسع للكل. زي ما بيقول الدكتور في تقديم نهاوندا لحضرتك في بدايه اللقاء اللي احنا متشرفين بيه، يعني موجود حضرتك معانا فيه، قالت ما بيتأخرش ابدا عن تلبيه النداء، او ما معناه ان ايا كان نوع وشكل الندى حضرتك بتلبيه على طول. والحقيقه التفصيله دي لازم يتوقف عندها، ان حضرتك عندك يعني نقطه كده معينه الحقيقه جديره جدا بالتوقف عندها وبتاملها وباحترامها، فكره ان حضرتك ما وقفتش في اي مرحله عند مسميات وظيفيه بعينها. في وقت من الاوقات كان عندك مسمى وظيفي ممكن يتقال عليه ان هو في قمه هرم المنظومه، وممكن بعد منها بفتره نلاقي حضرتك بمسمى وظيفي تاني، وفي الحالتين بتشتغل بنفس الكفاءه وبنفس الدقه. ما وقفتش عند التفصيله دي، انا كنت كذا فلازم كذا خالص. انا كنت متولي منصب رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضه العرب، ورئيس مجلس القومي للرياضه، وزير الرياضه في حكومه الدكتور كمال الجنزوري في فتره عصيبه في عمر الوطن طبعا. بعد كده توليت منصب مدير التنفيذي للرياضه، بعد كده انا تقاعدت، انا بشتغل ده عمل تطوعي، والعمل التطوعي بمعناه اللي هو خدمة المجال، يعني معايا مجلس إدارة كلهم متطوعين، بس ما حدش بيتأخر منهم خالص. يعني ناس كلها بتشتغل ده بحب، وإن هم يقدموا هذه الخدمة. وبعدين بنجد اللي بيساندنا الحكومة، الدولة، وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، اتحاداتنا نوعية كلها، اتحادات روعة، ما عندهمش نوع اللي قد تجدوه في بعض الاتحادات التانية، يعني بعض المشاكل، الصراعات، الانتخابات، لا احنا ما عندناش ده خالص خالص، لان احنا اتحادات معينة وبنشتغل عشان الخدمة وبنيسر الخدمة للناس، والدولة بتدعمنا، وبنحاول ننفذ السياسات الخاصة بتوصيل الخدمة للناس. دكتور عماد، للأسف الوقت بيجري، بس اسمح لي أسأل حضرتك أخيرا فكرة هنا الربط بين الرياضة والسياحة، لأن السياحة من الملفات اللي أنا بشوفها في غاية الأهمية، وأنا شخصيا بحب أهتم بيها. إزاي ممكن نربط هنا ربط فعلا يساعدنا في الآخر إحنا نروج لبلدنا بكل ما فيها من جمال وطبيعة، وهي أصلا كده زي ما نقول منتج بايع نفسه، بس محتاج يمكن ترويج بشكل أكبر. يعني هو ده موضوع مهم جدا فيما يتعلق بالرياضة. إحنا عندنا ماراثون هيبقى موجود في هرم زوسر، ده اتحاد الألعاب القوى مع أحد الشركات المتخصصة في الأجندة الدولية. عندنا ارتباطات دايما بيبقى بحاجات رياضيه مع احداث سياحيه. يعني ايه نقول بطوله العالم لكره اليد؟ ما دي ليالي سياحيه هتخش مصر للمجاهدين او المتفرجين، وهننقل صوره، يعني القرعه اللي هتتم في الاهرامات. صحيح. يعني زي ما قال دوله رئيس الوزراء والدكتور اشرف صبحي، احنا بنتكلم على يعني لو جاز التعبير بنخدم على بعض. صحيح. لا ده واجب، لأن الرياضة زي ما قلنا هي المشهد اللي شفناه في العالمين من شوية. احنا بنتكلم على مكان كنا هنشوفه ازاي من غير بشر، ومن غير بشر بيبتسموا ومبسوطين. لو عدنا المشهد هتلاقي الولاد والبنات والكبار كلهم مبسوطين بالمكان. فده اللي بيربط السياحة بالرياضة، وده اللي بيعمل ترويج اكتر وبيعمل الرساله دون افتعال. وجود بقى صحافه عالميه كمان ده امر مهم. دكتور عماد البناني، احنا سعدنا وتشرفنا جدا بوجود حضرتك معانا، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي باذن الله. انا اللي بشكركم جدا، وان شاء الله ايدينا في ايدين بعض الايفنت اللي جاي، ان شاء الله تكونوا موجودين. والله ممكن نبقى موجودين بجد، والكاميرا بتاعتنا، وانا وكريم شرفنا. الوادي الجديد، الوادي الجديد، كريم يروح بقى ان شاء الله. على ايه الوادي الجديد؟ الوادي الجديد يعني مكان في مصر رائع. حلو. وان شاء الله ما تقلقوش خالص. والله يوم والله نتشرف ان شاء الله معاكم في اي مكان ان شاء الله. نورت الدنيا. شكرا يا فندم. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.